في 24 من يناير عام 1965، وبعد 4 سنوات من العمل في سوريا منتحلا اسم كامل أمين ثابت، ألقي القبض على الجاسوس الصهيوني إيلي كوهين وأعدم في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق. في 18 من مايو عام 1965 تمكن إيلي كوهين خلال أشهر عمله الأولى في سوريا من إقامة شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين عسكريين وصل عبرها إلى معلومات سرية حول منطقة الجولان المحتلة. لم يكن إيلي كوهين الجاسوس الوحيد الذي جنده الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، بل كشف أمر الكثيرين منهم، ومن أشهرهم أحمد خميس بيومي، هو المسؤول عن هجمات صاروخية تعرض لها مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت. قبض رجال الأمن الفلسطينيون على بيومي في 9 من يناير عام 1975 عندما كان يرسم لوحة كروكي لأحد مباني المنظمة الفلسطينية. إبراهيم سعيد شاهين بدأ حياة الجاسوسية سنة 1967 بعيد احتلال الكيان الصهيوني لسيناء، ثم جند زوجته انشراح موسى وأولاده في العمل الجاسوسي، ومنح سنة 1968 رتبة عقيد في جيش الاحتلال. ولم تلبث المخابرات المصرية أن اعتقلته رفقة أفراد عائلته سنة 1974 بعد التقاطها مراسلات صوتية بينه وبين الموساد. أعدم إبراهيم شنقا وأفرج عن زوجته وأولاده خلال عملية تبادل أسرى مع الكيان المحتل. باروخ زكي مزراحي بدأت حياته الجاسوسية في هولندا، حيث أقام علاقات مع دبلوماسيين مصريين تمكن عبرها من الحصول على معلومات أمنية هامة. بعد هجوم مصر على سفينة إسرائيلية في خليج عدن، أرسله الموساد بجواز سفر مغربي يحمل اسم أحمد الصباغ إلى اليمن ليجمع أكبر قدر من المعلومات عن نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في دولة اليمن. تمكنت المخابرات اليمنية من القبض على مزراحي بعد تحذير المصريين منه، ونقل إلى القاهرة، ثم أفرج عنه سنة 1974 مقابل الجاسوس المصري عبد الرحيم قرمان. طارق عبد الرازق سعى إلى تجنيد العملاء في سوريا عن طريق شركة تجارية ضخمة في الصين لتصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري. زار عبد الرازق سوريا مرات قليلة منتحلا اسم طارق حسن للاطلاع على الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق الدولي وكثافة الانتشار الأمني في شوارع العاصمة، وأسس أيضا شبكة لاختراق شركات الاتصالات المصرية وتجنيد بعض موظفيها لمصلحة الموساد قبل أن يقبض عليه سنة 2007. منير روفا هو منير جميل حبيب، ولد ببغداد عام 1934 وكان ضابطا طيارا من عائلة مسيحية تتحدر أصولها من مدينة الموصل. جند أثناء حضوره حفلة فنية ترفيهية في أحد النوادي على يد باربرا، سيدة إنجليزية تبين له لاحقا أنها زوجة مدير مجموعة شركة النفط العراقية المحدودة IPC التي كانت وكرا للجاسوسية في العراق والعالم العربي. تم الاتفاق مع روفا على تهريب إحدى طائرات الميج رقم 21 السوفيتية التي كانت من أكثر الطائرات تطورا في ذلك الوقت، وكان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يحاولان معرفة أسرار تصنيعها. تمكن خلال أحد التدريبات من الخروج عن السرب وعبر الأجواء الأردنية إلى الأراضي المحتلة، حيث اعترضته طائرات الكيان الصهيوني
ظنا منها أنه هجوم معاد، ولكن صدرت أوامر بعدم مهاجمة طائرة الميغ رقم 21 وتمكينه من الهبوط في الأراضي المحتلة، حيث عاش حتى توفي عام 2000. هبة سليم، مصرية تتحدر من عائلة ميسورة في القاهرة، سافرت إلى باريس لإكمال تعليمها، حيث التقت بفتاة يهودية من أصل بولندي جندتها لصالح الموساد. كانت مهمة هبة سليم الأولى تتمثل في تجنيد فاروق الفقي الذي كان متيما بها، فوافقت على خطبته وبدأت تسأله تدريجيا عن بعض المعلومات والأسرار الحربية، وتحديدا عن مواقع الصواريخ الجديدة التي وصلت من روسيا. فكان يتباهى أمامها ويجيء إليها بالخرائط كي يشرح لها التفاصيل. كانت هبة سليم ترسل المعلومات على الفور إلى باريس، فيشن الطيران الإسرائيلي غارات على منصات إطلاق الصواريخ المصرية التي تم كشف موقعها. قبض على فاروق الفقي وجند كعميل مزدوج لاستدراج هبة سليم إلى طرابلس في ليبيا، حيث قبض عليها ونفذ فيها حكم الإعدام سنة 1973 بعد أن نفذ حكم الإعدام في خطيبها.